قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. رسالتي الأخيرة، أنا كانت اليوم تعرفوني من أتفاجأ، يعني جدا أتفاجأ. فرس النهر أنا قلت بعد راحت قبل أسبوع، طلع أني هذا شو اسمه خفيف لحية ما أعرف شنو، أخو قلالة، أنا أخو قلالة صدق كذب؟ يعني مو لأن تنبش أهل أهله فمن يعرف بعد شي يسوي. اي انا اخو قلاله زين، وهذا البدون الكلب اللي يلهث ويحكي ويلغي، خليه لك، انا عايفه، هم عايفه، تعرف ليش عايفه؟ لان يعني لك حتى حشاكم الخريه ما تشلبتي هم ما يوصل، بس واحد شو نسوي؟ فقبل اسبوع خطي هذا فرس النهر طلع قدام جماهير العريضة مثله، يقول باقي ليوم بس وقناة الطير. وأنا كنت يعني تعرفون مشاعري العاطفية والدرنفيسية و يعني الشجون والبكاء، وكنت أجهز بالبكاء. لزعمت زميلي الشرباية قلت له مولانا أنت سيد هذه ادعينا، قال حفظك الرضا، فقال لي حفظك الرضا عرفت بأنه ماكو شيء. فخطية انت شايفين الوحدة خطية من حامل وتطلق، فدا يطلق هو، فراح نشوف من اللي يضحك بالأخير. وأنا دائما أضحك بالأخير، والله العظيم دائما أضحك بالأخير، أخلي دول يلعبون شاطبة. وتعرف أنا بالمناسبة إيش قد أدز لك ناس على مود يشتركون، يعني يصيرون حيوانات بالمزرعة مالتك وياك. أنا دائما أخلي المزرعة تكبر لأن أنا أحب الزراعة، ودائما أحب المزارع تكبر، وأجيب الحيوانات المفترسة ماكو أشمرهم بهذه المزرعة، تكبر 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 وبعدين يهجمون. يقعد الصبح لك هم طارت، ودا يشوفون الذبان هنا، ودا يدخلون وقاعدين وما اعرف شنو. يعني اني انسان عادي قاعد اكل جري واطلع لكم، شو اسوي يا بس؟ انا لا عندي فلوس ولا انسان فقير، شو اسوي؟ وهزاع هذا تاريخ، شوف وين هذا هزاع، هذا تاريخ دا تشوفه فتشي مكان هنا، هو فتشي هنا. يوم يطالع لي اخو قلاله واخو قلاله، وانت اصلا جتني وثائق، انت حتى مو اسمك لطيف يحيى، يعني ما اعرف بعد عليه ما شحش هزاع هذا ياته. هذا التاريخ شوفه وين فد مكان، هو اكو تاريخ بس فد مكان. يومي هذا مو لطيف يحيى، هذا غير شيء زين، أبويا يهودي يشوع، هذا ما أعرف شنو، وأنا رحت وأنا جيت وأنا هذه، وده يسوي ده يسوي خطية يعني دايخ. هل قد ما ساطرة صدام حسين وساطرة لطيف يحيى وساطرة عدي وساطرة ماكو، يعني احنا تعرف سادة نسطر، قام يسوي عناوين خطية ما يعرف بعد شي يسوي. خابرني صدام حسين ابن عم صدام حسين، خابرني ابن رغد صدام حسين، على مود يجيب بعد حيوانات اكثر ويجمع حيوانات اكثر، وراح نشوف هذه الحيوانات تالي مصيرها وين راح تروح. يعني ليش المزرعة راحت، هاي المزرعة بالقوة بنيتها وهم راح تودع، شون لا تقول لي. أنا أقول لك أنا سيد، أنا سيد، يعني من أقول سيد وكردي، من أقول نا يعني قفلت. فأنت شورطك يعني لو باقي تغني وفرسة النهر وياك وتطلع وياك بالكليب وقاعة
قناتك تغني الجوعر بيها وحاط لك هذا المكسر ويع ويع، مو أحسن لك منها يومية لازميك يعني ابن فخرية، حتى فخرية موجودة ويانا هنا أخو يسرى، تحكي بالشرف؟ لا طعنت بعرضك ولا حجت على عرضك. دا أقول لك ابن الدولكة هيجر دحشياك، مرة ميتة، تعرف شنو ميتة؟ تعرف حرمة الميتة؟ تحكي عليها احكي، بس أني صبري طويل. ومن تصير الضربة يعني اعصار يصير، تعرف شنو يعني؟ ابقى سوي فلافل زين، قاعد بهذا المطبخ انا ما شايف واحد 5 ساعات يقعد، يعني لو حاط بيض جواك هم كان فقس وطلع كتاكيت من حماوة اللي بيك. ابن عم صدام خابرني، ابن عم خاله ما اعرف شنو، ودول الكلاب اللي يمك نفسهم ينبحون على كل القنوات، ينبحون يفترون يجوي وراحوا. ها هزا طلع لازم شغلات علي ومول قناتي، هزا ليش ما تلازم هاي الشغلات علي؟ ألف مرة قايلك لا تلزم شغلات علي، والتمويل أخذته راح صرفته على أم سوسو اللي كانت بالمزرعة ويا شو اسمه، يعني شون يومية فيلم، يومية من مرضك تعرف ايش راح يصير بيك، يعني حتى خلقتك الله قالبها من الحقد والسم اللي تنقطه والمطايا اللي وياك. ايه لا هسه صار دكتور، يصحوا له دكتور فرس النهر. شلون صار دكتور؟ يعني من كاولي يطلعوه بالمزارع هو كنه صار دكتور. ها مو مشكله، يلا هسه انا ما هسه انت مو قلت راح يغير قناته؟ مو قناتي هاي هي موجوده، هذا تاريخي وانا هزاع هذا القناة، شوف هذا التايتل ما تغير هياته، وين راح دكتور بالشقلبان، دكتور بالزحف، دكتور بالوشنة، يعني راح يموت بس يغني مرة ثانية، يعني هذا الجوهرة اللي مدفونة بالخرى حشاكم بس يريد واحد يكتشفه. شو يكتشف بيك؟ لا شكلك يعني مال واحد يقف على ستيج، لا وأنا كنت يعني بوقتها مشهور وأنا ما مغني بالملاهي العباسي، مو عباسي الحضرة العباسية كانت، قال العباسي لا أبد مو ملها، لا أبد مطاعم الأردن والملاهي مال الأردن أبد مو ملاهي، ستيجين قرصها قرصها اليسرى قرصها وقعد. أقول لك هم أرجع وأكرر، إحنا دائما كعراقيين نحب الخير، ولادك دائما كان الأدمن مالك تذكر جي بي روز، عود يعني التصور صاير لوتي لك انت لوتي، باكر أخلي 20 واحد يخابرني أقول له احكي شنو وهذا أسوي أفلام عليك أخبلك، بس أنا مو مثلك مو طفل، والله أنا حرس صدام وابن عمه وجي صدام كان يشرب عرق وصدام ما أعرف شو، أخريط بخريط بخريط، والله شنو ده تجمع فلوس براس، راحت المزرعة سويت لك مزرعة ثانية سووا لي ما أعرف شنو أرباح وما أرباح، خطيها موقفول هي أتخبل. قبل من كان أكو سوبر شات وأكو فلوس وأكو كذا، ماكو 7 أيام مكرك قاعد على الكرسي لازق هيجي لازق، حتى من يقوم الكرسي لازق بيمشي وياه ما يطلع ما يقدر، هلا وخمس ساعات قاعد يصعدوا البث سووا لايكات سووا ما أعرف شنو سووا شقلبان ضربوا دقلات ودول المطايع ورا قاعد الصبح مزرعة المطافيل كل الحيوانات هاجة ماكو،
راح سوى له مزرعة ثانية، سووا كذا بس صعدوا لي إياها ألف. إذا تفعلت الأرباح يعني القناة راح تنتشر. افتهموا أنتوا، أنت افتهم يا أنت، لا تفتهمها بس الزمايل اللي وياك، مع جل احترامي للزمال، لأن يعني الزمال هواي بفايدة أكثر منك. أنت تقولون فعلوا الأرباح عدد قناة تنتشر، لا على مود تترس جيبك، لا راح تنتشر ولا أبد. وحتى هذا سليمان باسطرمة، خلي قناتي بس تصير 100,000 حتى تصير محفوظة. لو مو تصير 100,000، لو تصير 1,000,000، القوانين مال اليوتيوب ما بيها شيء اسمه هذه القناة ما تنغلق، افتهموها. فالمهم يا حبيبي يا فرس النهر، كنت قاعد 24 ساعة ماكو صدام، قال صدام حكى، قال صدام وها بعثي ما. هسه انت شفته ابو دلف وياي، انت من تستضيف احد ما تقعد تحكي اكثر منه. يعني انت سليمان باسطرمة يقول استضافيت اليوم، يحكي اكثر من اللي مستضيفه، كل ساعة مقاطعة. الضيف لما تجيبه هذا بالاعلام تخليه يسترسل، لان اذا قاطعته راح ينسى، ومن تقاطع شغلاته اللي براسه ما راح تكمل وياه برنامج. فما يخلي الواحد يتكلم ان كان فرس النهر او سليمان باسطرمة. فحبيبي نصيحة مني، اول شي طمني على ابنك، حتى يجيك باتصال واحد مرة وياك وماكو مطي من المطاية اللي وياك سألك اشو مدى يخابر، ماكو، وينه، اشو انتهى، اختفى، ما اعرف. يعني ترى انت الرئيس وابنك عزيز علينا، نريد نعرف ابن الرئيس وين راح. هاشتاج ابن الرئيس فرس النهر وينه. انت لعبت لعبة مو قدها، واكو لعبة ثانية هم جايتك. مو قلت لك اذا ما اقليك على الطرفين انا مو ابن ابويا. انا اقول لك لا حمودة، حتى راوندا ما تفيده بعد ابد، عدل قبل الدولته هو وهم ابوه راح يلحقه. ويقول ولك انا امريكي وثلاث سنوات وخمس سنوات، انا ما احكي لك، روح اسأل المحامي اللي بامريكا يحكيك. لا تقعد تفنطز على الرفحاويين والجهلة والقاذورات اللي تلحقك، لان دولة امطاية مثلك، وانت تحب تناظر وتنظر على الامطاية. زين، فاقعد الجايات ترى اكبر. انا ما اعوفك، وحق هذا رب السماوات اللي على العرش وعلى ما اعرف شنو، حق شهر رمضان. انا لا اقول لك اصوم ولا اصلي ولا كل شيء اسوي. يفتتح حلقته اخو قلالة، اخت، ام، عرض، ما يخلي الواحد عرض بعد 5 دقائق يقول انا صايم ترى ما راح اطول. يعني اكفر بهذا شهر رمضان اذا الله يكبر الصوم مالتك. ولهذا انا اكره الدجالين اللي يتمسحون بالدين وكل دقيقة رمضان مبارك وما اعرف شنو مبارك، ابوري مبارك، خلوه عمي لا تدزول، لا رمضان مبارك ولا ما اعرف شنو صباح الخير، لا تدزولي. انا ما متفرغ اقعد اتفرج كل دقيقة، وحق الله اسوي له بلوك لدزلي بعد. أنا مال جمعة مباركة وأنا مال رمضان مبارك، تحكيها مرة واحدة وخلاص انتهى. مو يومية تعيد لي حكاية ورمضان هاش فطرت ايش هذه؟ لا، وهالمرة مسوين فضل على الله، مسوين فضل على الله. إذا بعده ما فاطر يقول له اصبر لي خلي أفطر وشوف شلون هيك أسوي من أختك. لعد يأدري أنت طالع واجب، يأدري أنت طالع يعني مسوي تحدي ويا الله. بالقرآن يعني انتم مدى اعرف انتم شلون بشر، يعني قاضين 16 شهر دك قلبان
دق شروب دق حاتات. هو يصير شهر رمضان السبحة ماتي مو مع المكتب لزم السبحة الله أكبر استغفر الله لا 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 وكلاوات بكلاوات وما أعرف شنو وش وقت أفطار على مود يروح يسوي شقلبان ويا المرأة. يلا قاعد يستسحور قبل السحور هو قبل السحور يقعد فد نص ساعة يقول هم أسوي شقلبان حتى لا أفطر عليه من الضحكون عليه من الضحكون على الله على الله كل ساعة يباوع على الساعة تجي رسالة أو على الفيسبوك على هذه تقول مسوي فضل على الله مسوي فضل على الله زين يكتب له ويرد عليه يقول له اصبر لي اصبر لي اصبر لي خلي افطر والا سوي هيك باختك ما انت اوتوماتيكيا فطرت يعني على من يضحكون لو الله ما يعرف يقرا يعني انتوا والله العظيم خبلتوني تحكي وياه ويقول لك ها استغفر الله استغفر الله هم قاضيها دايق مكحب خانة وسخونة والله يطيح حظكم وهذا فرس النهر قاعد البيت ماله كله فشار وكله غلط وكله نبش بالقبور ونبش بالأموات والله أخوانا أنا هسه صار وقت الفطور عندي الهايشة ومات اليوم طابق حالبها ها ايه مسويت لنا فطور هو ما مبقي عرض ما مبقي ستر ما هاتك ما مبقي شيء ما هاتك ها والله صار الفطور والله عيني هذه شو اسمه الهايشة مات اليوم حالبها وتعرفون مسوين جيمر فاسمع اول شيء بصوت الكبير بصوت المرحوم يا ولي فرس النهر اذا ما تقضب هذا حلقك الأعوج لا دز لك الويلات تعرف شي يسوي لك هذه إذا ناتك يملصوها ها ولك تحكي علينا أنت ما تعرف ويا من اندقيت هذا الرفيق لطيف يحيى أحد رفاقنا البعثين المناضلين اللي دا تحاربوه بشتى الطرق على متنهون العملية اللي قاعد يقودها الدرنفيسية فقسما بالله يا فرس النهر ألزمك مرة ثانية أو أسمعك حتى لو همسا لا أطرك بيدي أربع وصل يلا قوم ينعل أبوك هسه يجيك المرحوم الثاني اللي قاعد يوميا شو اسمه فتقعد تقول له يا نزاعد تذكر من انت لازم تجي على اليوم بيه انا غادي ما اجيبك على مزرعة ولا اجيبك على اي مكان تاخذوا الحماية انتو عدلوا قبارسة تودوا على الروانية ايكم زينون شعروا زينوا شعروا ويجيبوا لي هنا أنا وتحطوا قدامي وخلي هذا أحد الموافقين هنا أنا يجيب لي صندة وتنقعوا وتدقوا وبالأخير يجيبوا عندي أحط رأسه بالمنقنة وأفعصوا وهم البهاتة تبقى تشاطة من عيوني ويصيح وجهنا ابن السلحفات علي من جاي شو تريد بس قل لي شو تريد هسه انا حتى مقتدى عرفت شو يريد وانت ما اعرف شو تريد يعني حتى مقتدى هسه انا اعرف شو يريد وانت ما اعرف شو تريد هزاع هذا 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 تاريخي فد مكان هنا انا هذا تاريخي يلا شو تريدون بعد ابن السلحفات ابن المطلقه يعني حط راسك بمنقنة وجه عصو وهم تبقى البهاتة تشط من عيونك وتصيح وجهنا
رايح متزوج لك هاشة وتصيح عرضي، يعني عرضك انت. والله ارجع واكرر واقول لو ما كنت مشتركة وياك بهاي الجريمة دا تسويها، يقول انا دا اكتب التاريخ، وكل من يجي قام يكتب التاريخ، خالتك الشقر على التاريخ اللي دا تكتبه، يا دا تكتبه. يومية جايب لي واحد، انا جبت ابن عمه، يا ولد فرس النهر، احنا لا عندنا ابن عم ولا ابن خال يطلع يحكي على هن. ها تذكر ايام ما كنت تقول بالروح بالدم نفديك يا صدام، ولا نسيته؟ بس والله الزمن لما يتغير يطلعون امثالك من هذه الزبالات المتواجدة في العراق العظيم يا ابن السلحفات. بس والله مهما فر الدهر بيكم لا نرجع لكم، وانطركم بيدنا أربع وصل. يلا يلا غني وتشنى واطلع. كلب يومية جاينا واحد، يومية مسحول، يومية واحد عفطي طابلي وسا جماعة راح يقول هامو رمضان. أنا صوم كل اثنين وخميس. قول لا هزاع، وين هزاع؟ ها؟ وين هزاع؟ وين هزاع؟ إي أنا أصوم كل اثنين وخميس. قول لا هزاع. يا أمي طالع لي فرس نهر سليمان باسطرمة زين. الحقائق بالحدائق يومية أصوم اثنين وخميس، وهاي اشتافاتي للعباس وأنا توني يعني صايم. فهذا آخر نداء الفرس النهر. فرس النهر تذكر من كنا نجيبك بمزرعة عندنا، يقول من جانب موافقين يكسون ويا الحاتة ماتك، وانت ما فد يوم فتحت حلقك ولا قلت شلون تتحوشون بما، وانت جنت نفسك تقدمها بيدك ويقول استاذ فضل اقدم لك فرصة النهر اللي عندنا هي الكبشة مالتها. وجنت اقول للموافقين روحوا جيبونا الاوتي قال يضبوا راسها اوتي، لان كان اكو كبشه براسها، فلا تندق بالرفيق المناضل لطيف يحيى، لان منه غادي بعد ما رحمك نهائيا، ما رحمك. يعني مره ثانيه انا وياك اتعامل بالمنقنه، اعوض راسك بالمنقنه وافعصه، وتبقى البهاته تشط من عيونك وتغني وتشنى. يابا تعبنا اليوم، تعبناكم ويانا، رب يحفظكم ويديمكم ويعزكم، ونشكر مشاركتكم ويانا. فالرفاق الموالين اللي كانوا معانا نشكرهم، واللي يريد تاريخي فهذا تاريخي، وانا فد مكان هنا، المهم هو اكو تاريخ شلون ما اعرف، هو تاريخ دائما اكو موجود هنا. تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة، وتصبحون على ألف خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.